الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق، محققاً 40 مقعداً من أصل 100 مقعد في البرلمان. وجاء الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني في المرتبة الثانية ب 22 مقعداً، فيما حلت حركة الجيل الجديد بقيادة شاسوار عبد الواحد في المرتبة الثالثة ب 17 مقعداً. عدد الناخبين الكلي 2,899,578 صوت. عدد المصوتين الكلي 2,087,972 صوت. عدد مراكز الاقتراع الكلي 1,434 مركز. فيما حصلت جماعة العدل الكردستاني على المرتبة الرابعة بثلاثة مقاعد، تلتها جبهة الشعب بمقعدين، وأخيرا حركة التغيير بمقعد واحد. ووفق النتائج الأولية غير القابلة للطعن، ستدخل القوى السياسية مرحلة جديدة من المشاورات لتشكيل الكابينة الحكومية العاشرة، وسط ترقب شعبي وسياسي للتحالفات المرتقبة التي ستشكل ملامح الحكومة المقبلة في إقليم كردستان العراق. ويأمل المواطنون أن تفضي هذه المشاورات إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات.